بالمضوي. الوفاق هو الوثاق، غادرته وعدت إليه، ولكن القاعدة لا تتغير أبدا. الوفاق وجد وولد من أجل الألقاب، يعني الأهداف واضحة قبل أن تمضي العقد، قبل أن تعود، كل شيء كان واضح بالنسبة إليك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، دائما نظن الأهداف الاستراتيجية وثابتة في وفاق سطيف دائما لا تتغير. نظن تكملة مشوار يعني مدة سنين أو تاريخ الوفاق دائما يعني هنا معنا الرئيس السابق سي حسن عفوا سي عبد الحكيم سرار، اللي نظن هو كان من قبل رئيس وفاق سطيف وأعطاه هذا الفريق. نظن وكان يعني حتى في المرحلة تاعه كانت يعني رجعت الوفاق بالنسبة للألقاب. واليوم حسن حمار ايضا راه في تكمله المشوار اللي قاموا به العديد من الرؤساء قبله. نظن اليوم الوفاق دائما باسلوبه ثابت وبحثه دائما على الالقاب يبقى من الفرق التي يعني تصنع الحدث سواء كانت يعني محليا او قاريا. هذه الثقافة الجميلة حكيم سرار اللي رسخها الوثاق الصيفي، أنك تسلم المشعل بطريقة حضارية لحسن حمار، كتبت صفحتك كلاعب ثم كتبتها كرئيس وتسلم له المشعل بطريقة حضارية، خلت الوثاق دائما في القمة. يعني أولا يعني نرحب بالضيوف، معنا مدرستين لغة عربية سلسة وجميلة جدا مع عمي محمد الذي سيبذل مجهودات كثيره ليفهمنا ما يجري في اتحاد الحرار. نظن يعني وفاق سطيف اعتبره نموذج يعني بكل صراحه، نموذج الكثير من الفرق الجزائريه في مده من 2002 الى 2017. نظن كان 15 سنه تعاقب رئيسين على هذا الفريق، العبد الضعيف ثم حسن حمار. ثاني نتكلم دائما على الطريقه السلسه، كانت سليم مهام وحسن حمار ما جاش يعني رئيس لي يخرج لنا واحد هكذا ان باراشيتي ولا ان ريفيست في الفوتبول كان يعرف البيت جيدا، عايشين مع بعض يعني ما نقدر دوك نتحاسبوا. انا كنت غايب معاه في لاكوب دافريك بصح نقدر نقول له نسال معك، ويقدر هو ما كانش رئيس النادي في القاب اللي خديناها يعني للكؤوس العربيه خاصه الكاس العربيه الاول الذي فتح الشهيه يعني الوفاق سطيف، بعده كان نهائي كأس الكاف، بعده رابطة أبطال إفريقيا، بعده الوفاق أصبح عالمي، يعني فيه تحضير. هذا لازم الإنسان والناس اللي توصل لهذه المرحلة لازم يكون عندها على الأقل فكر، ماشي تكون ناس فارغة، لأن ثقافة الانتصار مش حاجة بسيطة. لا كولتير يعني يقدر فريق يعني يجمع أمواله ويسلف من عند بعض الأصدقاء ومن بعد يرجع لهم الأمور من هذا القبيل ويأخذ لقب، أما في عشرية كاملة سادير لا بيرينيتي دون لو سيكسي، يعني هذا السيكسي كمل 10 سنوات. اذا يعني بكل صراحه انا اخيك تعرفني من هذه تاع احنا كنا وحنا قلنا وهذه انا ما نشتيهاش، باسكو لكل جيل كما يقول لك نجومه. نظن يعني ساهمنا بقسط بسيط في تطوير الحركه الرياضيه وفريق نادي وفاق سطيف في الجزائر يعني، ونتمنى ياخذوا الناس منا العبره لان في بعض المراحل تمر بها الزات، كاين هزات تمر بها ما بين رئيسين سوء تفاهم، ولكن كثير من الناس تصطاد في الماء العكر ويحبوا يجعلوا من الحبه قبه ويجعلوا قضيه اللي تصطحب للساحه قضيه سرار وحمار في كل مره. مع الاسف الشديد نحن دائما اصدقاء ونتقارب ونتكلم على مصلحه الفريق ومستقبل الفريق ونتمنى لهم دائما مشوار طيب، ونظن لديهم كلمتهم كما قلت انت في الدوري الجزائري. سي حكيم سرار، أحاول دائما أن أنتقي أسئلتي بنوع من الدقة وأنت تمر لي الكرة، لأني سأذهب مباشرة لمحمد العايب. تكلمنا على سي سرار وتكلمنا على سي حمار في اتحاد الحراش، للأسف الشديد عندنا اسمين دائما يعودوا يهضروا عليهم الناس بزاف، محمد العايب. لما يكون محمد العايب نسمع مشاكل مع سيمانع، لما يكون سيمانع نسمع مشاكل مع سي العايب. متى تلتم هذه العائلة الحراشية حتى يحدث نفس الشيء اللي حدث في الوثاق الصيفي بين سرار وحمار؟ لأن الآن واحد ما يشك في حب العايب لفريق اتحاد الحراش، واحد ما يشك في حب مانع اتحاد الحراش، الناس ربما يتساءلوا وقتاش هذه اللمة حتى تكون في مصلحة فريق اسمه اتحاد الحراش. لا جو بونس كو افيك تو ريسبيك جو دوا جو كوا راك غلط شوية ولا لانفورماسيون كو فوزافي فوس بوندون دوبي لاكسيسيون 2008, je suis resté président jusqu'à l'année passée, à telle année fête, sans aucun problème. Et j'avais considéré, même j'avais dit que Mana m'avait aidé, m'avait supporté pendant toute la durée du mandat. Donc, le problème, c'est avec l'âme,
Libye, moi, on a considéré que je suis parti, ou là, ils voulaient m'enlever. Mm-hmm. C'est pendant cette année qu'il y a eu ce problème. Moi, je n'étais pas demandeur, mais je suis allé en arrière. L'Assemblée générale, quand je suis انا ما حضرتش كنت خديت الفريق من فين مي ديبي جوان دونك كملت الشامبيونات حطيت كوارتي ومشيت ما عاودش وليت للفريق با دو تو يعني اوكان بروبليم معايا مع ديك مسيو مانا اوكان هي دارت الناس كانوا امومون لحقت الفريق نتقصد صراريم هو اللي تي بريزيدون دو سي اس اي مو بريزيدون دو سيكسيون de la section football. Donc il n'y a pas eu de problème. Le problème c'est créé à cette période-là, uniquement cette période, et encore aucun problème personnel. Mais un des problèmes, mais un des problèmes avec les personnes. Hou malheureusement, il a interprété les choses comme quoi un ali محسوب خلقت هذا المشكل. وانا قلت له لي جابوك حطوك وما لي نحاوك. Moi, je ne suis pas partie prenante, j'ai jamais assisté. À partir de là, il y a eu des élections. On est passé maintenant qu'il conteste ou la Haja, ça c'est son droit le plus absolu, mais à part ça, il n'y a rien. On a essayé de produire toutes ces histoires-là, mais je vous jure qu'il n'y a rien. Personnellement, je n'ai pas de problème. Je dois être là, sans aucun problème, ou il y a un mois, sans problème. انا ما كنتش غلطك هذا الكلام اللي كان يتقال وحنا مادام راك موجود معنا في البلاطو باش نوضحوا الامور ايه نو كي قلت انت كي جا هو انا درت نو انا كي جا هو لانه في الحراج دائما ما انا لاعب يعني لا كي جا هو العام اللي فات مواد مي كون جي كيتي الكلوب فان مي ديبي جوان لا انستالي كون بريزيدون جو ني با مي لي بري دون كلوب اي جو ني با في ان انترفيو ني دون ان جورنال ني دون اون تيليفزيون ني ريان Je me suis retiré complètement. Je suis revenu quand il y a eu cette séparation, que nous sommes le Jeha ou le Tem Jeha, ou si nous sommes le président du CSA, ça fait 4, il y a eu cette rupture. Tu es en dehors du débat. Effectivement, je suis rentré dans le débat en choisissant la majorité qui existait. هذا ما كان طبعا سي العايب راح نعاودوا بالتفصيل لفريق اتحاد الحراش سنتحدث عن كل ما يحدث داخل البيت الحراش ولكن نذهب الان الى الصور والبدايه بالرائد فريق مولوديه الجزائر الذي تنقل الى باتنا وعاد بكامل الزاد يقول سعيد بلاس بمباراه في المستوى وبداية المحاولات كانت للزوار بواسطة حشود عبد الرحمن هذا الأخير وإثر كرة ثابتة في الدقيقة 17 وضعها بالمليمتر على رأس محمد سوغر مباشرة يوقع الإصابة الأولى للمولودية بالكيفية والطريقة التي تشاهدون بالعرض البطيء شباب باتنا خرج من منطقته في محاولة للعودة في النتيجة لكن براعة الحارس فوزي شوشي منعته من الوصول إلى شباك المولودية أشبال المدرب كمال مواسى وصل الضغط وكاد الحاج بوغاش في واحدة من المحاولات النارية إضافة الهدف الثاني لولا التدخل الرائع للحارس معزوزي ليرد مصفار أسامة بعمل فردي حضر فيه كل شيء إلا الدقة في تسديد سيطرة المولودية العاصمية ظهرت بوضوح في هذه المحاولة التي كان وراءها قاسم مهدي ونقاش كان بإمكانه التفوق على الحارس معزوزي أخطر رد لشباب باتنا جاء في الدقيقة 73 بواسطة قذيفة من رمية حرة لرضا بابوش كرة قريبة من الأرض لا يصدها إلا حارس من طينت فوزي الشوشي نلعب الوقت بدل الضائع من هذه المرحلة الأولى وإثر كرة في عمق دفاع الشباب نقاش يجد كل السهولة لإضافة الهدف الثاني القاتل في الوقت البارد منهيا الشوط الأول لصالح الزوار المرحلة الثانية ومع هذه الأعداد الغفيرة لإنصار المولودية الذين تنقلوا لعاصمة الأوراس يروا بأعينهم وقع تقليص الفارق مع الدقيقة 47 بواسطة بن منصور الذي نجح في التوغل والانفلات من المراقبة وتوقيع هدف تقليص الفارق لصالح أصحاب الأرض
لنعيش فيما بعد أخطر اللقطات للمولودية صنعها الحج بوغاش وصدتها العارضة الأفقية ثم الحارس معزوزي الذي عانى كثيرا في هذه المباراة. وكادت المولودية أن تقتل المباراة بواسطة نقاش في الدقيقة 73 لكن الفرصة ضاعت. عند الدقيقة 78 حكم اللقاء السيد عرب عبد الرزاق يشهر البطاقة الحمراء في وجه مدرب الشباب الدكتور علي مشيش بسبب الاحتجاج. أبناء الأوراس وصلوا فيما بعد العمل الهجومي لتعديل الفارق لكن دون نتيجة إلى غاية نهاية اللقاء بفوز ثمين لمولودية الجزائر وثلاث نقاط من ذهب افتكت من عرين الأسد ملعب سفور. ثلاث نقاط وزنها من ذهب. طبعا الكلام هنا في الكواليس كان مثيرا. محمد العايب يقول حكم صرار اتحاد الحراش تسال في القاب لفقسطيفي لانها قدمت لها الكثير من اللاعبين. كل عام عندهم ثلاثه اربعه من الحراش ولا دي جور كي فيان الحراش دونك احنا ولي بروفيتي دو تو سي كوب. محمد العايب ثاني طريقه السير جد ذكيه يعني يعرف ان اتحاد الحراش يعني يعاني في كثير من المرات من الموارد الماليه هي طريقه يعني دون شكل لم يكن يعني يلفي لي زيترونغ لما فينونسي يقفلوا عليه في بعض الاحيان الموارد الماليه ما تدخلوش. هذه طريقه احترافيه ايضا داخله دون لو سيستيم انترناسيونال لو ترانسفير دي جوار تحويل اللاعبين داخله في التنظيم وراه مكتفي. يقولوا لو ان اللاعب الصيفي اللي غادر بمرار بالنسبه سي العيب هو جابه ما كانش قادر يحتفظ به لانه كان معار من الوفاق الصيفي جابوا لما جاء احنا جابوا ثاني سي البلان دو كارير هو اللي مدولي سافديري لي جو كو كيلي تي ابسيون نو قبل اللي تي امبريال في العلمه في العلمه جابوا اي ديفي سيني في سيون الا سيني ولا الا سيني كي راح للسيون ما بغاش يقعد دونك هضرنا قال لي فوالا يا مونطون ا باي تاع سيون خلصوه اي اون فول بريت بور 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 اون اني صح فات لو مونطون ايتي ان بو بلو فور جيني ان بو رينيغوسي افيك لوي قلت له ماشي عام ونص خليه لي وخلاه لي افيكتيفمون عام ونص ولكن حيا معاكم حيا معنا باسكو جو شويه فنيان وشارف قالوا لو بروفيل تاعو كيفاش يخدموا وخدموا à la fin on l'a retransféré c'est la bonne on l'a retransféré en prenant je crois 500 millions 480 هل نقول هي في ثوب الفريق الذي يريد اللقب هذا الموسم؟ لأنه عادة لما تنهزم في ديربي أمام اتحاد الحراش وتذهب إلى باتنا وتعود بثلاث نقاط أمام فريق مهدد ويلعب من أجل ضمان البقاء يعني قوة شخصية هذا الفريق. بدون شك في سفوحي أول هزيمة لشباب باتنا في أرض ميدانو ولكن نظن هذا كان سلاح ذو حدين المنعرج هذا كان ربما ثاني يفقد مولودية العاصمة كل حظوظه يعني لأن نعرف الهزات الصغيرة المولودية تتأثر بها كثير ولكن أنا نعرف بلي الفرق العاصمية لابد من الفوز بكثير من النقاط في الدربيات ليخسر نقاط كثير ربما في آخر المطاف لما دير الحسابات ما راحش يكون لكن موسل أنك تعود بنقاط خارج الضياف في مرحلة العودة أنا قلت لك هذا منعرج كبير نجحوا فيه مولودية العاصمة يمكن لو نهزموا مع شباب باتنا نظن تعرف مولودية الهزات دخلوا تم في أزمة ولكن الفوز هذا رجحهم والدليل هم متصدرين مع خطر نادي وفاق سطيف سنتحدث عن وفاق دونجي طبعا ولكن في أشياء إيجابية أيضا عودة نقاش يسجل سوغر يبقى في قوس الاحتياط لما يدخل كأساسي يسجل هذه يعني تشعر بأنه فيها مجموعة متجانسة قوية في المولودية وكان عمل نفسي أن ترافاي بسيكولوجيك لخدمه المدرب والطاقم تاعه لأن بعد فو باو بلي لي بي إلى أون جوار اللي يلعبوا ولا او جوور دو لا ميم فالور اللي راهم في البونتوش هذا صح عنده تاع ستريز امبورطون سي امبورطون حنا قلت حنا الحراج قلت تخرجنا زوج ثلاثه نولوا نخمو شكون نلعبوا حنا لعبنا مع مديا بار اكزومبل لعبنا تروا في البرولونغاسيون تروا جون دو موان 17 باسكو اون افي با بوكو لو بونتوش ما كان ماشي قوي عندنا
Bouloudia n'a pas ce problème là. Donc les 11 joueurs, les labos, les ceux qui sont sur le bon touche sont aussi valables ou là aussi forts que ceux qui ont joué. طبعا بالنسبة لشباباتنا ربما لا أدري إذا كنت تتابع البطولة الوطنية لما كنت في السعودية خير دين حاج عيسى لما كان يلعب في شباباتنا أعطى لهم نكهة ودفع إضافي للهجوم منذ إصابة هذا اللاعب أصبح الفريق يوجد صعوبة في تسجيل الأهداف والخلق الفرص في ميدانه لا الحاج عيسى معروف أنه له وزن كبير خاصة في من ناحية التنشيط الهجومي ونظن أبان على إمكانيات كبيرة وكانت عودته قوية مع شباباتنا خاصة في التمريرات الأخيرة وحتى في تسجيل الأهداف ولو أنه الجولة السابقة يعني لما فاز شباباتنا أمام أولمبي المدية بثلاثية قلنا يعني ما تأثرش كثير بغياب هذا اللاعب لكن اليوم يعني بمباراة نشوف أن غياب لاعب بحجم يعني حاج عيسى نظن راح يأثر عليهم ويخليهم خاصة في ميدانهم لأنه تحتاج لاعبين ليقدروا يعطيوا الإضافة ويحلوا مشكل في الهجوم خاصة في ملعبه اليوم شبابات نظن أنه كان هذا الشيء اللي نقصه اليوم أمام فريق نظن تاع مولودية الجزائر اللي راه نظن يحتل الصدارة يعني نظن ويستاهلها يعني بالنظر لما قدموا في مرحلة الذهاب إلى غاية الآن طبعا لو نتفاوض مع حسن حمار خير الدين المضوي محلل سيعطي إضافة حتما للبرنامج يعني نظن خير الدين المضوي ديما نقول عليه بلي ما يرتديش قبعتين ويرتدي ثلاث قبعات قبعة اللاعب الدولي قبعة لاعب وفق سطيف وقبعة الجامعي وعنده حاجة اللي نجحاته خير الدين وانا نقولها على المباشر في التلفزيون الجزائري انه خلوق وندير تحتها السطر طبعا لان اللاعب اللي تروح له هذه الصفه الاخيره لاعب قادم بمستوى لا ضيع صفه الاخلاق نهار طبعا الاخلاق هي جزء من كره القدم سي سكرين ننتقد كثير الحكام في هذا البرنامج وانتقدنا اعرابي انتقدناه ولكن في الثلاث جولات الاولى من مرحله العوده ثلاث مباريات صعبه حاسبه لم نجد لديه الاخطاء لكي ننتقده في البلاطو هذا ما يثبت استحقاقه للشارة الدولية بما أنه أخذ الشارة الدولية هنايا لأن شهر قبل أخذ الشارة وشهر بعد الشارة أصعب مرحلة للحكم الدولي الجديد هنا راه يثبت وجوده شوف أدى مباراة ثلاثي التحكيم أراب بيوت حملاوي في المستوى والذي كان في المستوى هو الجمهور الباتني رغم الانهزام كان فروح رياضية عالية هذا اللي يقولوا أن الانهزام ممنوع في سفوحي انهزم الشباب باتنا مولودية أدت مباراة في المستوى تحكيم في المستوى وجمهور في المستوى رغم طرد الدكتور مشيش اللي احترمه كثيرا ولكن لما تحتج لا تدخل إلى أرضية الميدان والكرة في اللعب لهذا استحق الطرد من الميدان يحب هذه الأسئلة هذا يعجبني نو يقنع مشيش في الخروج تاعه قيمه الدكتور ولكن لا هو لا إنسان أنا معرفه 33 سنة في كرة القدم عندي معرفة بالمدرب حصل لي الشرف أني حكمت ماضوي لما قال خلوق كان قائد فريق بأتم معنى الكلمة إنسان مربي وخلوق وكان لاعب كبير مش غير هذا برك عدة لأن لو كومبورتمون دو جوار في التيران إذا ما كانش كومبورتمون إكزامبلار عمره ما يكون لاعب كبير وشفنا لاعبين كبار كومبورتمون تاعهم ماشي إكزامبلار رابو هذا هي كرة القدم أخلاق كرة القدم كل شيء تكون صفة موجودة في اللاعب في الحاكم في المدرب في أي شيء لهذا لما قلت مشيش إنسان مربي إنسان خلوق احتج معليش ولكن بطريقة لا تتعدى الخطوط الحمراء أمور واضحة سكرين شكرا ولكي تكون قائدا للوثق سطيفي وزرقا في نفس التشكيلة يعني أشياء كثيرة بالنسبة لخير الدين المضوي دعونا نذهب إلى مباراة الوفاق الصيفي الذي حقق الأهم أمام منافس عنيد ونشاهد سويا الهدف الحاسم والهدف الثلاث نقاط الذي سجله الوفاق الصيفي بتعليق زميلنا محمد الصالح بوساكر ضاعت الكرة أو خطأ في تمرير الكرة تبقى لمصلحة الوفاق داخل منطقة العملية الهدف الأول بلقطة فردية جانيت يتمكن من فتح مجال التهديف في الدقيقة 20 من المرحلة الأولى وفرحة كبيرة لإنصار الوفاق عكس مجريات اللعب خضيرية بصعوبة فرص وخضيرية هو الذي أنقذ الوفاق شفت الرأسية وتدخل الخضيري الذي أنقذ الوفاق في اللحظات الأخيرة كرة مرفوعة رأسية بنوف كانت في الكتاب كرة مرفوعة بدقة متناهية في الإعداد وبالفعل
استقبال كرة كانت فوق الحيطة وبرد السلام برد وسلام على الفرق. أولمبي لمدية الفريق العنيد الذي يصعب كثيرا هزمه خارج الماضي. وكان عنيد بالفعل يعني خاصة تلقينا صعوبات كثيرة أمام هذا الفريق، ولكن يعني بدون خطورة تذكر شفنا تقريبا خطورتهم كانت على الكرة الثابتة. احنا صحيح انه بدايتنا في المباراة ما كانتش يعني بالطريقة اللي كنا ننتظرها، لكن شيئا فشيئا الفريق استعاد قوته بضغط عالي على حامل الكرة خاصة في منطقة أولمبي لمدية، واستغلينا بعض الأخطاء. كنا قادرين على الأقل نسجلوا هدفين أو ثلاثة، كانت لدينا الفرص، لكن يعني باستحقاق نظن أولمبي لمدية كان يعني طعم صعب بالمنال خاصة فوق أرضيتنا، وإن كان متحكم في بعض الفترات القوية بالنسبة له اللي كانت في هذه المباراة. من يريد لقب لا يضيع نقاط فوق أرضية ميدانه. نظن هذه قاعدة، وكان سي عبد الحكيم سرار رئيسنا وكان دائما نحن نتفكر كلامه، يعني النقاط في بلادك أولا قبل ما تخمم يعني في النقاط اللي خارج البلاد خارج ميدانك. طبيعة الحال يعني لما تكون أو تبحث أنك تكون بطل أو يعني تكون دائما في الصدارة لازم نقاط يعني نقاطك في ميدانك دائما لا تضيع، والشيء الحمد لله اللي رانا محققينه لحد الآن. بالنسبة للفرق العاصمية سي العايب الأمر مختلف شوية، للدربي عندهم قيمة كبيرة، اللي يربح بزاف للدربي يقدر يلعب الأدوار الأولى. خاطر كاين وزافي شحال هكا؟ كانت ماتش 24 نقطة. 24 نقطة دونك نص النص. دونك على بالك الواحد يدير 24 نقطة واجد. عنده عامين ب 47 نقطة خرج البطل. سي فري. دونك نصف سيكون فرصة. باسكو لو فات اون كاع رانا هنايا دونك كيما قال لك صافي 24 نقطة، اللي يدير 24 نقطة في بلادو. في بلادو. 24 يعني شحال نزيد الاتحاد الحراش؟ موجود في عنده 25 نقص 23 ونزيد 24 يخرج من البطل يعني يتوج بالبطولة لو يفوز بالمباراة المحلية. احنا شوف لا بروف احنا في ديربي تاع في لالي سي ربحنا اليسمى خسرنا مع المولودية ودرنا بري دو ماتش في الروتور ربحنا المولودية دونك اون ريكبري 3 بوين تاع المولودية بي ابري اون النهد On avait fait match une net 1-1, je crois. Donc, si on pouvait encore gagner ces 3 points, c'est une bonne chose. Karim, je vais te faire un peu de temps. Quelle est la question que tu as dit? C'est le mois de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de مم في خير الدين نشكون طري طري بيان سور سيستم دو جو ما نكشفوهش على البلاط وعلى كل تاعن، مي هو المدرب اللي ما يتلقاش اهداف كثيره اصلا في طريقه العمل تاعو. والدليل المباريات فاز فيهم 1-0 1-0 1-0 ولكن تسع نقاط. القاعده الدفاعيه قاعده في وفاق سيف والاتحاد باللعب بس بثلاثه على ثلاثه. يلا سنشاهد الحاله التحكيميه يزيد مع ما حدث طبعا في هذه المباراه. تعتقد الامور واضحه ما فيش حاله تحكيميه فقط هذه الضربه لم تكن هناك لا وجود لضربه جزاء، لا يوجد ولا خطا من الاخطاء ال11. شوف اللاعب راح ليه ولكن كان محاولة، لا توجد محاولة المسك أو محاولة الشد أو محاولة الدفع. لازم تمسكه ولا تشده ولا تدفعه. إذا كان خطأ من الأخطاء هذو في ضرب الجزاء، ولكن النار ما يدو ولكن ما حكموش. كما حكموش لا وجود، والحكم شو وراء وضعية الحكم قريب جدا من اللقطة، القرار صحيح لا وجود لضرب الجزاء. اسم الحكم بوسليماني وبروبا وبالبشير أدوا مباراة يعني حسب ما شفنا كنا هنا على المباشر مباراة جيدة. ولو يعني في واحد تصريح مادوي قال أظن، قال بالحرف الواحد أظن أن الهدف اللي سجلناه ما فيش وضعية تسلل. أنا نأكد له أن فيه وضعية تسلل. بس أجيبها لنا هذه أنا أجبد موضوع. لا 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 انا مع مطوي مش معك تري مطوي انا راني معك جالس انت ما تهضرش كاع نغلق الامور ان لم تكن مؤثره. الوفاق الصيفي فاز بثلاث نقاط ويبقى على بعد نقطتين من مولوديه الجزائر، ولكن الخسر الاكبر في هذه الجوله هو مولوديه وهران الذي تعثر فوق ارضيه ميداني امام سريع غليزان. نتابع سويا ملخص المباراه. نفس الشيء بالنسبة لهريات ميجال ميلون المولودية ممتازة العملية ولكن الكرة جانبية. أول كرة خطيرة تلعب قصيرة مرة على مرتين توزيع القائمة الثاني
من هناك الهدف له. أوه! الهدف الأول لفريق سريغ نيزان من بن عياد. بن عياد يفتتح باب التسجيل. ها هي ملعوبة باتجاه القائم الثاني، خروج ناتاش ولكن وحده، كانوا أربعة مهاجمين في المنطقة لكن هو وحيد أمام المرمى، لكن كانوا أربعة. بن عواد فوق المرمى، هنا هذا اللاعب اللي رجع غطى يعني بلا حول من عواد ولا من نعرف يعني يعني كسر التسلل، الحاله الدفاعيه كسر التسلل، انا كسر كان لاعب في وضع التسلل وجه كثيره ويبقى له مقابله متاخره ضد اتحاد العاصمه. تماما، ويا الكره والهدف الاول، تقليص النتيجه من جانب فريق مولوديت وهران. ها هي الكره في الرحي بن عياد، نعم ملموسه من بن عياد بالراس، محاوله مباشره راسيه خلفيه مخادعه للدفاع والحارس. بن عياد لمس الفعل قادر بسرعته من هناك على الجهه اليمنى، التمويه يحاول ان يسدد، الحارس مسدره والثاني يحط الكره لنساخ، العرضيه باليمنى الثانيه الثاني والتعديل. بالفعل يعني نشوفوا هنا بالناي قام كل شيء، مر الكرة هشام شريف، نظن هشام شريف، نعم اعتقد هشام شريف كان متحرر يعني بدون مراقبة، هنا كان بدون مراقبة خرج هشام شريف بالنسبة للفريقين. استعدت سريع غليزان الى الكرة، محاولة طيران من الحارس بودومي كما ينبغي، والحارس بوزدر يطير وينقذ مرماه بروعة وبراعة كبيرة وبشجاعة. تعرض لإصابة، سلامات. تعلم محمد جمال طيران وواحد من أجمل التصديات لحارس سريع غليزان، هل هو منعرج لمولودة وهران أنها يتعثر في هذه المباراة ويترك الفارق يتعمق إلى أربع نقاط عن المولودية ونقطتين عن وفاق الصيفي، أم أنه قادر على التدارك؟ ما زال عنده مباراة متأخرة، نفسه نفس المولودية نفس وفاق سطيف، عنده مباراة متأخرة مع شباب بلوزداد، ولكن نظن فريق مولودية وهران لابد أن يراجع أوراقه يعني في ست نقاط من أصل ست نقاط نقطة واحدة وخاصة أمام غليزان اللي خذا من عندها في المرحلة الأولى ثلاث نقاط، يعني راح تكون غليزان أنا ذكرت لعب بشكل أمانة في الحكاية غليزان لا يريد الاستثناء، إذا فاز بالمرتبة إذا سريع غليزان يعني يتعثروا مرة اثنين حين يخرجوا من السباق تمام، يعني لازم تكون عندهم شخصية ليبقوا كفين. طبعا بحاجة إلى قوة شخصية في هذه المباراة التي عرفت حالة تحكيمية نشاهدها سويا يزيد بالكوت ورشيد ميكيداش، هذه الحالة صعبة شوية سكريني. من أصعب الحالات ولكن لما تكون مركز ماشي من هذه الجهة، رشيد يزيد من جهة أخرى نشوفه عند انطلاق الكرة هنا عندك كل الزوايا سكرين لا عاود هنا يمشي مشي الكرة هنا ما كانش وضعية التسلل مشي حبس هنا الوضعية التسلل لما رمى الكرة اللاعب الأخير راه في وضعية التسلل واش دار خرج من وضعية التسلل ودى الكرة لما تخرج هنا هاول لمس الكرة كان لابد على الحكم من رفع الراية لأن هنا وجدان هذا هو لروتور دورجو لما خرج من وضعية التسلل راح للكرة مباشرة لما تروح للكرة تلعب الكرة هنا انترفيري دون لو جو تداخل في اللعب كان لابد على المساعد أن يرفع الراية لوضعية التسلل الهدف غير صحيح هنا لازم الناس نزيدوا نتعلموا حاجة واحدة أخرى لو اللاعب كان في وضعية التسلل وخرج بالتسلل وما لمش هو الكرة لمسها لاعب آخر واعطاها له ليه وسجل ما كاش وضعية تولي دوزيا ماكسيوم لعبة ثانية هنا هو خرج من وضعية التسلل اللي كان فيها وخذ الكرة مباشرة من عند زميله هنا تحتسب وضعية تسلل روتور دورجو اللي يعاقب عليها القانون برفع الراية التي لم يعلن عنها الحكم المساعد بكل بساطة الهدف غير شرعي أنا قلت يعني من الأول الهدف غير شرعي نحن هنا لسنا ضد الهدف ولا مع الهدف ولكن الشرح كذلك لكل الناس باش تعرف القوانين باش تجي سهل لهم هذه الأمورات الآن سنذهب بالمباراة اللي تهم سي محمد العايب فوزكم كان هام جدا فوز ثاني على التوالي أمام شبيب قبائل وتابع سوين سي العايب ملخص المباراة بين اتحاد الحراش وشبيب قبائل بالعودة إلى كرونولوجيا اللقاء الذي دخله رفقاء العائد حراك
بنية تأكيد الفوز بالديربي والتقدم أكثر في جدول الترتيب، وهو ما تجسد فعليا في الدقيقة 12 بعد أن وزع يونس كرة اصطدمت بيد المدافع خليلي في أول لقاء له، ليعلن الحكم عاشوري الذي أدار اللقاء بامتياز رغم الضغط الكبير واحتجاجات شارف المتكررة. ظهر تولى التنفيذ وكان له شرف التسجيل وإسعاد عشاق الصفراء. رد الشبيبة كان سريعا وجديا بعد تمريرة رائعة من برويدات من وسط الميدان، انفرد من خلالها فرحاني بالحارس زغبة، ولكنه ضيع فرصة ذهبية للعودة في اللقاء، وكان ذلك في الدقيقة 21. الحيدوسي أجرى تغييرا مع حلول الدقيقة 35 بإقحام ميباركي مكان خليلي، غير معه النهج التكتيكي، وهو ما سمح ليطو وعبود من التحرر أكثر، وهذا الأخير كاد أن يصنع الفارق لولا يقظة المدافع المحوري الرائع مدني. نهاية الشوط الأول كانت سعيدة للحراشية، وفي المرحلة الثانية الشبيبة كانت أفضل، ولكن الهجمات المرتدة كانت سلاح أشبال شارف الذي طرده الحاكم والمحافظ برنوز بسبب احتجاجاته الكثيرة والمتكررة، وكأن حليمة عادت إلى عادتها القديمة. وكالعادة دائما نستمتع بالأسماء الشابة من جانب الاتحاد، والدور هذه المرة على لياطي الذي أبان عن موهبة تستحق المتابعة. وبالحديث عن الموهبة، سعد رضواني الظهير الأيمن للشبيبة في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع ينطلق يراوغ يوزع، والكرة تصطدم برجل المدافع الحرشي ثم جغبلة الذي يمنعها من دخول الشباك، والحكم عاشوري يعلن ركلة جزاء زائد طرد لجغبلة، والإعادة تبين صحة ركلة الجزاء من عدمها. برانجية يتولى المسؤولية متجاهلا التعليمات ويفشل في التسجيل أمام براعة زغب الذي يمنح نقاطا غالية لفريقه. طبعا البون ديو كان مع عاشوري، ما سجلتش الهدف. تذكرني خلينا نقول معنا احنا مشكل البون كوش عدير مثل ماركات ايه هم زهروا ما تسجلت نومي لا سيفي البينالتي دو ثمانية ماركا ماركا شو هو في الموفي تراوي مي احنا البون ديو تافيك نو ماشي الموفي تراوي لا موفيز ديسيزيون Décision. Non, voilà, le travail d'un match complet. Il a fait la mauvaise décision au mauvais moment. C'est la décision. Mais avant la décision, c'est l'aïe qui a fait le sucre qui a fait l'état de la race. Il a fait le ras, marma, kbar. ما نيش عارف حكي منين نبدا، ولكن كل مره يروح حارس كبير ويجينا حارس كبير في اتحاد الحرس. عندنا لا سوليسيون، عندنا ان غران انترينور دي غارديان بوت. حنيشات ان غران انترينور دو غارديان بوت. برسك عنده واحد 10 سنين دوك. لا ايتي دابور جوار شنو؟ صح. إلا ايتي انترناسيونال في الحراش. لي جون لو لوبلي، إي بي لا، إي سي با البرومي. سي با زغبا البرومي. كان قبل دوخة، كان دوخة كيف اللي كنت جبناه، جبناه من المولودية، اللي تي دوزيام غارديان دو بوت. كونت اون فوا با تيتولير. العام اللي فات ما لعبش وقيلا في الماتش دو كوب دو تروا ماتش، هذا ما لعب، دونك اي تي رومبلاسون ميم سي او ديبار يفو دير او ديبار سيتي لوي التيتولير. كي جبنا شعال ما جبناش كوم تيتولير، جبناه بلوس كوم دوزيام غارديان كو تيتولير. وفرض روحه زغبا مالوروزمون بور لوي quelques jours avant le début de la compétition, il a eu une blessure assez grave, ce qui fait الشيء الجميل انا سميتهم، كنت نسميهم الظاهره يا اخي تحت الحرش منذ بدايه الموسم، قلت لهم هذا ستان كلوب فينومين هذا، وقلناها دائما انا الظاهره محمديه كم باريغو باريغو محمديه 25 مليون ولا 20 مليون بار مو، مي او بو 3 زون il est devenu un grand joueur. Après, on ne peut plus le payer parce que Metemouin a l'astif. Moi, quand il était venu blessé, il avait un minimum, un petit salaire. Au bout d'un certain moment, on ne pouvait plus. Au bout de 3 ans, on ne pouvait plus le garder. Il y a des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu garder? On a pu garder l'arrière droit de Tana, ça fait 5 ans. 5 ans, nous avons. Mais on a Adna Harrag. Harrag. العام الجاي كيفاش نغارديها؟ العروض تتهاطل. الور كون يا في دي بروبوزيسيون نقولوا ديسونت بور نو بور لي مويان تاع الحراش. كاد فو زافي دوت كلوب كي لو بروبوز 2 مليون دينار ولا 2 مليون دوسون، واش حد تقول له؟ اي بي لي ريستي ماشي عامين، 5 سنين. هو ولي الفريق. ولي الفريق.
صديق احنا احنا في الحراش يقولوا لك كيفاش ما تفرط في ولاد الفريق، بصح ما يقولوش الفريق ولاد الفريق يفرطوا فيك، يفرطوا في الفريق. لو بروبليم الي لا صافي دير كونت فورم ان جو بعد 5 سنين اوجوردي اون بو بلي لغاردي ميم لي شفناه وليت فاميليا وعقلناه وقال نزيدوا لك شويه وبارابور قد ما تزيد له قليل. طبعا ماذا فتحت هذا القوس حكيم صرا في البطوله الجزائريه خير الدين مضوي اتحاد الحراش على البينالتي برك لا سنتحدث عن ضربه الجزاء عد الوقت عد الوقت سنتحدث جو غوتيغ شو كل شيء فرحت عليا هكذا سي لايم كل شيء منظم في هذا البرنامج كل شيء ولكن صرا في بعض الاحيان يجبرني باش نفتح اقواس وليس قوس واحد في هذا البرنامج. اتحاد الحراش الامر مغلوب عليها يعني ظروفها وامكانيات الماديه، ولكن في نوادي اخرى في خير الدين مضوي اللاعبين ما يبقاوش موسمين ثلاث مواسم اربع مواسم يلعب. شفنا لاعبين مثلا لا اريد ان اذكر الاسماء تقريبا يلعب موسم في موسمين يلعب في اربع نوادي. هذا الاستقرار انعكس على النوادي وعلى المنتخب الجزائري وعلى هذا اللاعب المحلي اللي اليوم نقولوا لازم يكون في المنتخب الجزائري طبعا من حقه وماذا بينا، ولكن هذا مشكل كبير جدا خير الدين مضوي. لا بالطبيعه نظن الاهداف الفرديه تاع كل لاعب تختلف من لاعب لاخر، نظن هذا هو المشكل الحقيقي، لانه كاين لاعبين يعني عندهم طريقه تفكير مغايره لسواء المدرب او رئيس نادي، فالتفكير فيه تفكير بالنسبه للاموال يعني غاط الاموال امامنا رئيس لا بريمير الان لاعب ما يفكرش في مشواره كيبدل قد ما يبدل على 20 30 مليون زياده يبدل ما يسمحش ما يخممش على مشوار وما يخممش على هدف وما يسمحش نظن نعطيك نعاود خير الدين يمشي معايا لانه ادرى بهذا الامر. هاو كاين ان فينومين بون ما نقيسوش بالشد عبد المؤمن جابو سمح في ما يقارب وانا نعرف الامر لان انا قريب منه كثير سمح في ما يقارب 6 ملايير او 7 ملايير في النادي الافريقي والتحق بنادي وفاق سطيف اللي كانت عنده الرغبه باش ينهي المشوار تاعو في كما كنت ولاد الفريق. هذا سي ان انفون دي كلوب هذا اون اكسبسيون هذا سي تلاقي ولكن الواقع مغاير حكيم سي فريمون اون اكسبسيون. خلي فقط خير الدين يكمل يشرح لنا الاسباب. نظن هذا هو يعني كاين تفكير في الطريق اللي تاخذ الاموال وفي طريق المشروع الرياضي اللي نظن يتطلب مجهودات كبيره مجهود مضاعف من اللاعب سواء من ناحيه التدريبات من ناحيه الحجم او الكثافه يعني التدريبيه بالنسبه للاعب من ناحيه التحضير البسيكولوجي بالنسبه للاعب. نظن هنا تسير اللاعب في حد ذاته بالنسبه ليه يعني في تسيره للحياه الرياضيه غالطين فيها او نقصين فيها. نقدر نقول احنا ثاني عندنا دور مهم ويمكن نقص منه احنا ونقص من الناس اللي دربوهم من قبل. هذا هو الشيء. نرجع ايضا الى التكوين يعني اللي كنا نتكلم عليه الرئيس قبل قليل. نظن هذا هو الشيء. نظن احنا اللاعب لما يوصل الى الاكابر نظن فيه نقائص كبيره، احنا نلاحظوا النقائص كبيره عند اللاعبين يعني من كل الجوانب يعني صراحه. فلذا يعني راح يكون عمل احنا مضاعف اخر، فلذا احنا ايضا الطواقم الفنيه اللي عندنا قليله جدا. انك تقدر تسير مجموعه او لاعب تخرج لاعب يكون جاهز 100% ويكون حاضر في كل الجوانب سواء مع فريقه في النادي او حتى الى المنتخب الوطني. فناخذ بعض الامثله اللاعبين اللي مشاو الان الى المنتخب الوطني منهم جابو اللي نظن عنده تفكيره في راسه يعني مشروع بغض النظر عن الموهبه اللي كانت عنده بطبيعه الحال والعمل اللي قام به يعني كتدريبات ويعني سمع ناس وكان سي عبد الحكيم صرار من بين الناس اللي يعني كانوا يوجهوا فيه. نظن هذا هو طريقة العمل الصحيحة بالنسبة للاعب، يكونوا عندك ناس دايرين بك يوجهوك إلى الطريق الصحيح سواء رياضيا أو من ناحية التسيير يعني الذاتي بالنسبة للاعب. نظن هذا هو الشيء اللي يخلي على الأقل اللاعب يفكر أكثر يعني في مشروع رياضي يخليه يوصل ويحط بين يعني عينيه كما نقولوا احنا هدف أنه يوصل إلى لا بيرفورمانس سبورتيف قبل كل شيء. طبعا اختصرت كل شيء، لم تترك لي فرصة التعليق والتعقيب وطرح سؤال آخر، ولو أنني سأعود إلى هذا الموضوع لأنه يشغل الساحة الكروية الجزائرية. ذكريني تركتك فرطاح تهدأ لأنك مراقب من قرب
ميسي العايب الذي يريد أبنوا جوز ذا خلينا هذا راح سيروتش يجيب بعد عقبته احنا توجور بعد الحديث بعد الكلام بعد سي العايب نبدأ بضربة الجزاء تاع اتحاد الحراش هل كانت شرعية ولا لا نبدأ بتاعد الحراش كانت شرعية ولا لا تاع الحراش سوري خلاص احنا واش شفنا نخليك انت تلك جبتي في هذه احنا واش شفنا امور الله يزيد اعطينا ضربه الجزاء الاولى الخاصه بفريق اتحاد الحراش شوف هنا ضربه الجزاء واضحه اليد شوف لما دار شوف يده كيفاش كانت مرفوعه يقولها هنايا لا ما نو ناتورال الوضع اليد غير الطبيعي لما تكون في الوضع غير الطبيعي وتعترض الكره لا بد من إعلان عن ضربة جزاء وهذا ما أعلن عنه سيد عاشوري اللي أعلن عن ضربة جزاء صحيحة شرعية لا غبار عليها يلا هذه اللقطة واضحة واضحة سي العايب واضحة الآن الشيء احنا مانيش باسكو انا جو بار توجور دو برينسيپ لي بي ليرور ايت هومان كل واحد ينجم يغلط une interprétation sur donc manish chdinaha parce qu'il faut non mais c'est pas en fait contre le penalty qui nous a gêné dans tout ça c'est les expulsions l'expulsion et les avertissements pour contestation aux joueurs on va voir les contestations هذا هو اللي كي donc tu vois بعينيك si un joueur conteste une décision de l'arbitre إذا حكم اعترض قرار الحكم في المادة الخامسة من القانون لابد عليه إنشار البطاقة الصفراء القانون ما يسميني الدكتور عليا لا أنا معاك يسميني تريتيك يزيد أعطينا أعطينا ضرب الجزاء شوف هنا شفناها بعدة مرات لا وجود لضربة جزاء ضربت في فخذه وفي هنا الحكم وراه موش يبان في الصورة القانون الفيفا تقول لك لما وضعية شوف وراه هنا كان يجبد روحه لهنا يجبد روحه لهنا كومبليتمون لهنا كاش بعيد شويه سكرين لا ماشي بعيد كان لو بلاسمون تاعو لو موفي بلاسمون سوء التمركز تاعو كان ايتي اومبي كان هكذا كون جا جبد للكوتي غوش لهنا الجهة اليسرى ما شافش من الشاشة كان يشوف أين ضربت هو مش زاد غلطاته جغبالة كي نحى يده شوف جغبالة كيف يجبد يده كي يجبد يده عن باله الكرة ضربت في يده هي ما ضربتش لا وجود لضربة جزاء بات بيناتي مشي العيب الاربيت سي ترومبي الحكم أخطأ في القرار تاعه أنا ما غطيش ضربة جزاء لأن لم تسجل هنايا وين التأثير تاعها في طرد جغبالة ولكن سكريني بالنسبة للطرد شاهدنا صوفيا فيغولي في نادي وستهام طرد الحكم أخطأ في القرار بعد ذلك الرابطة عفت على صوفيا فيغولي لما شاهدت الفيديو يعني اتحاد الحراش قادر أن يتقدم بطعن على مستوى الرابطة لا هنا ما كاش لا لماذا لأنه غير معتمد لو يعتمد به بصح كون نبداو ندخلوا في هذا الباب تاع نعتمد معتمد به في انجلترا وغير معتمد في فرنسا غير معتمد في بعض البلدان غير معتمد في بلدان معتمد في امريكا اللاتينيه غير معتمد كل بلد وقانونه الداخلي كل بلد وقانون هنا لو يديروا الفيديو جغباله يرجع حقه حاب نفتح قوس برك تفضل ماذا بينا تنورنا ماذا بينا بطبيعه الحال احنا يعني انا كانت لي تجربه ولو يعني متوضعه في الدوري السعودي رغم كل ما متوفر يعني من امكانيات كبيره بالنسبه لمباريات الدوري السعودي يعني من كاميرات من ملاعب يعني وتشوف مثل ما يقولوا هما بلاوي التحكيم يعني احنا الحمد لله يعني الحكام تاعنا على الاقل يعني تشوف الارضيه سريعه جدا مع الارضيه الاصطناعيه الكاميرات يعني تقريبا تشوف نصف لقطه يعني صعب ان نحكم على حكامنا او مستوى الحكام تاعنا رغم الاخطاء يعني متواجده لكن لما تشوف يعني دوري بحجم الدوري السعودي والامكانيات اللي واضعينها يعني خاصه بالنسبه للتحكيم ولي يعني نقل المباريات والمشاكل الكثيره اللي واقعه في الدوري السعودي يعني انا لا اقول الامكانيات الماديه او الامكانيات حتى الاتحاد الجزائري حتى موفرين الامكانيات للحكم انا اقول الامكانيات داخل ارضيه الميدان الخطا موجود كانت وما زالت وستبقى الاخطاء التحكيميه الى سكرين. ان يرث الله الارض ومن عليها واضح سكرين ما زال عندنا اخطاء نتكلم عليهم بعد لحظات ولكن طبعا حكم سراد شبيب القبائل تم الحديث عن فسخ عقد المدرب عيدوسي
ولكن إلى حد هذه اللحظة لم يتم فسخ هذا العقد. ما لدينا من معلومات أنه كان اجتماع بين إدارة الفريق والمدرب حيدوسي ولكن لم يتم الفسخ إلى حد الآن. ممكن جدا أن يبقى على رأس العرض الفندية ولم يتم الاتصال بأي مدرب آخر. الآن جبت قبائل باختصار بعيدا عن كل هذا أمام حتمية عدم تضييع النقاط فوق أرضية ميدانها، أليس كذلك؟ والحتمية وهل لديهم الإمكانيات والقوة النفسية للظفر بأي نقاط عند مباراة جد صعبة يوم الثلاثاء؟ سيقابلون وفاق سطيف بثوب أن العنوان وفاق سطيف يمشي للشبيبة القبائل، وكأنه هذا المنعرج للطموح الحقيقي للظفر بالدوري الجزائري. راح تكون مباراة صعبة في الحالة النفسية المتواجدة فيها شبيبة القبائل. لما تقول لي حتمية الفوز في الليل، هذا مش اختيار. لم أقل في هذه المباراة فقط، لا لا كل المباريات، كلمت لي على كل المباريات اللي يلعبوا بدون شك شبيبة القبائل تزيد تعثر مباراة اثنين. لكن الفريق لعب بشكل جيد حسب ما قاله زميلنا هشام سعدودي في المباراة. وعلاش يمشي المدرب مالا فيه اذا كان الفريق لعب بشكل جيد؟ ربما قضيه بن علجيه كيف ينفذ ضربه الجزاء، لم يكن هو المعين حكيم. المفروض في اي فريق عندك لاعب رقم واحد رقم اثنين، كيف يتولى لاعب جديد تنفيذ ضربه الجزاء؟ المدرب سمعت تصريح وقال بانه الا في حاله ما اذا تركه ابو العوده ينفذ. يعني تشعر بانه لم يكن يتحكم في المجموعه حسب ما سمعناه وما تحصلنا عليه من معلومات. يعني بقات الانتيار براتيكمون ثلث المباريات اللي بقات 10 12 مباراه. يعني شكون هذا المدرب حتى اللي راح يجي؟ دوك شكون اللي راح تكون عنده العصا السحريه؟ كنا من نشاهد التشكيله والمجموعه ككل حكيم. لا اعتقد بانها بهذا الضعف، يعني عندها مجموعه ربما مشكلتهم نفسيه اكثر من شيء اخر. هذا هو المشكل. احنا عمرنا ما قلنا شبيبة القبائل اللي تشوف التركيبة تاعها، عمرنا ما نقولوا بلي هذا الفريق يلعب من اجل السقوط، مستحيل. يعني تشوف التركيبة تاعهم مع الاسف الشديد ازمة ثقة، مشاكل داخلية، هجرة الانصار، كاين اشياء كثيرة. خلينا نسمع ربما رأي لاعب اللي شفت مباراة شبيبة القبائل مع اتحاد الحراش، شفت المجموعة، شنو هو المشكل سي لاعب؟ هل هو مشكل نفسي ام مش باش باسكو بروبليم دو كونفيونس، ثقة كونفيونس ثقة 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 في ال ونظن بدل بين اللي تشوف لي اللاعبين اللي كانوا في لا بريمير بارتي في لالي إليا اون موديفيكاسيون كاين 4 ولا 5 جوار اللي جاو جدد بارابور في الميركاتو كي فو اون ادابتاسيون. Et puis, écoute, surtout, la confiance, elle est là, la confiance. Pourquoi il y avait de bons joueurs, les gens, les Habsou, c'est de bons joueurs. Il y a un problème de confiance. Et moi, je le rejoins, je dis, c'est difficile maintenant. Il fallait peut-être encore continuer avec l'entraîneur, continuer à lui faire confiance. Parce que quel est l'entraîneur qui va venir maintenant pour 6, pour 8, une dizaine de matchs, ou 12 matchs, qui va... qui ne connaît pas l'équipe, comment il va la, il les connaît, il connaît pas les joueurs, c'est pas lui qui les a choisis. Donc moi, avec tout le respect que j'ai pour lui, ça va être très difficile, et surtout qu'il va, il va faire une Coupe d'Afrique, Coupe de la CAF, ça va être encore plus difficile. Moi, à un moment, j'avais refusé de me lâcher la Champions League africaine parce qu'on n'avait pas les moyens ou l'équipe pour pouvoir avoir deux équipes, les trois ou les clubs. Donc là, aller dans un moment comme ça difficile, aller jouer une Coupe de la CAF, échanger d'entraîneur. طبعا شبيبة القبائل ورئيس الناشئ لديه الخبرة في مثل هذه المواقف من أجل أن يدرس الوضعية، وهو المنافس القادم لوفاق الصيفي. هذا نوع من المباريات صعب خير الدين أمام فريق جريح، حتى الخسارة ممنوع عليه في هذه المباراة. والله يعني منعرج اخر، يعني سواء لنا احنا او لفريق شبيبة القبائل. المباراه راح تكون صعبه للغايه، يعني هما راحين يكونوا تحت ضغط كبير بطبيعه الحال، راحين يبحثوا على نتيجه اللي تخليهم يخرجوا من هذا المتاهه هذه، وحنا بطبيعه الحال بطموح انه نمشي في الدوري ان شاء الله ونبحث على نتيجه ايجابيه هناك، لكن راح يكون امر صعب خاصه في ملعب أول نوفمبر. حتى لا يكون الفارق بينكم وبين مولوديه يبقى على الاقل نقطتين او تقليص، ولما لا الانفراد بالرياده بالنسبه للوفاق الصيفي. الحاله التحكيميه خلاص الكريمي في هذه المباراه، ما عندناش حاله اخرى. لا ما كانش في حد حرش غير هذه الحاله برك. لا مباشره لمباراه الاتحاد بالعباس او نصر حسين الاتحاد بالعباس، الذي يؤكد بانه
ستكون لديه كلمة هذا الموسم. نتابع سويا هذا الملخص. طبعا المباراة التي لعبت بملعب 20 أوت بالغ يعود من إصابة حكيم سرار ويسجل هم لاعبين اللي عندهم المهارة وقيمته وتأثيره في المجموعة حكيم. أنا الاتحاد بالعباس كل سنة مع نصر حسندي جاو خذوا ثلاثة ذوك الأمر نشوفوا المباريات المتبقية عندهم مباراة القادمة عندهم مباراتين رايح لفيراج في هذا المنعرج رايح إما يكشر على أنيابه ويظهر حقيقة بأنه سيلعب من أجل البطولة إما رايح يبقى باش يلعب من أجل مراتب متقدمة مولود وطوران ويفق ستيف. أنا حكيم سرار الاتحاد بالعباس شعرت وأنني نشاهد اتحاد الحراش سلعي بيلعب نفس الطريقة مجموعة متكاملة يلعبوا هذه التمريرات القصيرة وصعب جدا أنك تحيل الكرة من اللاعبين تقريبا نفس الطريقة اللي يلعبها فريق اتحاد الحراش. احنا نلعبوا هكذاك احنا فوبا اوبليك المدرب راه عندنا في 8 سنين احنا الكرو بروبليم اللي كنا نتكلموا عليه مقبله هو ما نجموش نقردوا اللاعبين فهمك اليا تيلمون شانجمون فهمك ما نقولوا ما نجموش نقردوا في 3 زون بصح مي اللاعبين الاولانيين كيلحقوا 3 سنين يروحوا ومن بعد الاخر وقعد عامين غير يلحق يروحوا كيفك كي نبدلوا تبدلوا توجور خمسة ولا ستة هذا هو المشكل تاعنا. رانا نخبوا هل عندك خطة يعني باش نتخلصوا من هذا المشكل ونرى اتحاد الحراش يلعب على اللقب هنا مش في مشروعك أعطونا كلكو مليار دو بلوس. أنا صحفي أطرح الأسئلة فقط لا أقدم الأموال سلاحي شوفوا مش متلم ديروا لما في هنا يلفو كون وزاد باسكو D'abord, nous avons, on fait beaucoup de formations, les gens se trompent. Nous, on fait beaucoup de formations. C'est-à-dire, quelqu'un qui considère que Djibouti a 18-19 ans, ou il est international, c'est pas de la formation. La formation, il faut le prendre à partir de 7-8 ans, ou le Hadja considère. Mais nous, on considère qu'on fait de la formation d'une certaine manière. Maintenant, on vient d'obtenir le TRF, le Harrach, de 30 000 mètres carrés. Qu'on vient nous attribuer. Nous sommes en train de rechercher un peu des sponsors pour pouvoir construire ce centre de préparation ou de formation, on peut l'appeler comme on veut. Il y a un autre centre, ce qu'on appelle l'ex-Evaco. Nous avons sollicité notre wali délégué, le wali d'Alger, pour qu'on nous l'attribue, pour qu'on puisse faire loger. Parce que nous avons un petit centre, le Harrach, on loge à peu près une... L'achat des jeunes qu'on ramène un peu de partout et qu'on fait loger là-bas, il y a que le thème, donc on fait déjà de la formation, mais à un niveau très petit et pas qui mène bro. C'est-à-dire un peu plus de moyens, on pourrait aller un peu plus loin parce que qui doit avoir 10 ou 12 من اللاعب صغار ويجوا من بعيد يلزم توكلهم يلزم تشربهم يلزم تلبسهم يلزم تقريهم يلزم بوكو دو شوز كلكو فوا لي بريوريتي فون في ليكيب ا باسكو لي سالير نون با ايتي بايي باسكو لي بريم يا دو روتار دونك اون في كلكو فوا دي شوا ديفيسيل سي بور سا كو جو دي سي اون افي كلكو مليار دو بلوس اون ديموند با بوكو مينيموم سا نو بيرميتري دو ميو ديفلوبي الفوتبول شينو في الحراش. كاين اتحاد بالعباس ثاني باش تكون عندك على طريقه اللعب احصائيات صغيره برك فريق هذا عنده غير ضرب الجزاء ملي بدات البطوله اي المارك دي بيت سير دي زاكسيون كونستريت اللي مش تكلم مع التحكيم نتكلم مع الاداء تاع الفريق اهدافه كلها منظمه يعني بطريقه صادير نعطيك لو فون جو دي ليكيب ايزو ان سول بينالتي. النصريه بعد سلسله من النتائج الايجابيه سبع مباريات من دون هزيمه تسقط وإشكاليته تبقى في الهجوم حتى البعض انتقد طريقة آلا ميشيل والاعتماد دائما على جسمي في المحور الكرة الطويلة وكان الأمر مكشوفة بالنسبة للهجوم. هو مادام وجود محمد العايب هنا الأندية العاصمية المتواجدة يعني اتحاد العراش نصر حسنداي يعني وكأنهم يعني سي دي كلوب دو دوزيام كولاج يعني الإمكانيات النظرة إليهم هذاك
رغم تقول لي المركز تاع عنده امكانيات ابدا بشكل مالي مي الطموح يمكن تقول لي عنده الامكانيات والطموح الاولى غير المناصر الصغير هذاك اللي ربما يتكلم ما نقولش بعصبيه بحب كبير الفريق يقول لك رايحين نلعبوا على البطوله ولا رايحين ولا الامكانيات امكانيات انا ما تشوفليش التدريب ولا هم ما عندهم والو عندهم ميم بتي ستاد ومنا مي الفوند لا فورماسيون غير كان نديروا التكوين بطريقه نوتر مانيير مي سيتين فورماسيون باسكو كي يتكلم لي 7 و 8 ans الى بيزوان سا سي اون ايدنتيتي راه تجيب تعريف ولد يكبر في محيط تاع نادي هذه وحنا هذه ضيعناها في الجزائر تاع الانتماء للنادي وهذيك متربي عليها كاين ثقافته هذيك النهار كانت كاين الانديه عندها الصبغه الاجتماعيه والرياضيه فحكيم سنغلق ملف التكوين في نهايه البرنامج ولكن الحالات التحكيميه بسرعه يزيد عن الوقت فعلا اصبح يمر بسرعه في هذا البرنامج ولدينا اشياء اخرى وصور اخرى نقدمها لكم يلا ذكريني لك الحالات التحكيميه والبدايه بضربه الجزاء ما تقوليش بسرعه بسرعه لانها واضحه لا ضربة جزاء صحيحة بن براهم شوف العرقلة واضحة ضربة جزاء صحيحة شرعية لا غبار عليها زائد بطاقة صفراء مستحقة للعرقلة كلام شافي كافي وافي يلا شوف الجهة الأخرى يعني واضحة العرقلة ما فيش ضربة الجزاء هل نفذت شرعية نفذت شرعية أعطينا ضربة جزاء كيف نفذت نفذت شرعية واش يقول القانون اللاعب له الحق أن يتوقف اون بلان كورس عند فلاتوس عنده الحق لما يصل إلى الكرة ممنوع عليه يتحايل هنا ما تحايلش كمل ضرب الكرة زين ها وضرب الكرة لما الحق ضربها ببطء ما نسالش اللاعب أنا نقول له ضربها فور ولا ضربها بالعقل ما لا وجود لتحاول وتنفيذ ضرب الجزاء صحيحة هنا بن براهم أدى مباراة في المستوى مع قراري وعلوة فعلا الآن في ضربة جزاء بليز طلب بها فريق نصر حسين داي ولو ان اللقطه كانت واضحه لا ادري رشيد اذا كانت جاهزه يلا نشوفوها هاي اللقطه سكريني شوف هنايا لا هذا الهدف لا هذا الهدف يعني شوف رد فعل اللاعبين نصر حسين داي هدف شرعي رد فعلهم يعني تعدى شوف يعني سكرين انا كنت في الملعب ناكد لك او انا يعني انا هنا في الصوره شوف لي اكد لي اكثر رد فعل اللاعبين لا رياكسيون دي جوور ايزون اكسبتي لو بوت اي فالا نبقاو دائما مع الحدث التحكيمي في هذه المباراه واضحه الامور يا زيد واضحه حتى نربح الوقت ونمنح هذا الوقت لضيوفنا الاكارم حتى نستفيد نستفيد من افكارهم وارائهم خاصة في مجال التكوين ونتحدث قليلا عن المنتخب المحلي الذي دخلت وين ابوه كومبليتمون دخلت شوف هنايا اليد ضربت لب فيه لمسه ولكن شوف اليد كولي اوكور ومورا هاي الكرة كولي ضربت في ظهره وفي يده اللي كانت ملتصقة شوف ملتصقة مان كولي يا بابيناتي ضرب الجزاء لا وجود لها والحكم كان صحيح في قراره الأمور واضحة إلى مباراة أخرى هي مباراة فريق اتحاد العاصمة الذي يعاني ويجد صعوبات كبيرة هذه المرة تعثر أمام دفاع تجنان عبد الحفيظ الشيبي يفصل مشددة على كل لاعب من اتحاد العاصمة أندريا والهدف كاد يكون الهدف الأول في طاقة صفراء من بوخلفة لا مثل هذه المحاولة شوف الهيلة وتخرج خطيرة جدا ضد الموسى اللي راح ينفذ والحارس الحارس تعلق في هذه اللقطة شوف كيف توجهها والحارس يعني يقول ولا أدريان كاد يكون الهدف كاد يكون الهدف الأول وشوف العمل اللي قام به أدريان ثم شافعي ضيع أمام المباراة لكن صعبة مهمة شوف إسلام يسجل لا يضيع إسلام رغم أنه خرج شوف إسلام كيف أندريا ثم بن موسى يحاول بن موسى يحاول الوقت البدل ضائع محاولة والعارضة والحارس وعارضة تصد العارضة في هذه يسمح ذلك ولكن نقول انه لعب مقابله يعلن عن نهايه الشوط
ليس سهل أنك تعود بنقطة من ملعب بولوغين عمر حمادة، هي نقطة الأمل والثقة بالنسبة لدفاع تجنة. بدون شك الموسم هذا موسم خاص يعني الكثير من الفرق، يعني لا نستطيع الحكم من يسقط ولا نستطيع الحكم من يفوز بالدوري الجزائري. مفتوح على كل احتمال. مفتوح على كل احتمال وصعب هذا الموسم. ولكن بغرارة أيضا ضمنها إعلاميا ربما حتى خير الدين ماضوي هذا الجيل الجديد، ولكن صعب جدا أنك تبقى وتتحمل الضغط في مثل هذه الظروف لمدرب شاب، أقصد مدرب شاب. هذه الفئة هذه لانوفيل راس، لانوفيل راس هذه دونترينور لا جينيراسيون هذه عندها فكرة، الناس خارية، الناس مثقفة، كرة القدم الناس تهضر على الأدرينالين لاسيد لاكتيك، ما بقاش تاع هذا ويعرف يلعب وهذا، كاين فكر علمي يلا سيونس، لو كان ما تلصقهمش بعضهم جواندر لوتيل على غريابل، العلم مع الممارسه ما تقدرش تخرج مدرب كفء. طبعا امور واضحه. ماذا تذكريني بسرعه؟ ابو خلفه بن علي زلهوني لا احتجاج عليهم. اتحاد العاصمه اتحاد ما قلنا قبل نهايه الموسم عنده 9 مباريات، مباراتين في 5 جويليه، واحده في عمر حمادي و6 في داخل البلد. يعني طبعا صعيب عليهم العوده، صعيبه كثير كثير للاتحاد العاصمه، ولكن يملك اللاعبين يملك التعداد. عندهم فريق قوي، لما نقول صعيبه معناتها ماشي ما يقدرش، راح تكون صعيبه ليش بالامر السهل، لان اتحاد العاصمه نقارنوا دائما الموسم الماضي خذ البطوله بسرعه يعني، لكن بشرط ان تتعثر المولوديه ويتعثر الوفاق الصيفي حتى. ولكن في البطوله عاده لما تكون المولوديه والوفاق والفرق اللي تعود على الالقاب صعب انها تتعثر، صعب انها تضيع النقاط في مرحله العوده. سنشاهد سويا صور مباراة شبيبة الصورة التي تعثرت فوق أرضية ميدانها أمام شباب بلوزداد، شبيبة الصورة التي يبدو بأنها تفكر أكثر في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا في حدث تاريخي. جاليتو هو الذي افتتح باب التسجيل بعد ذلك، هذا هو الهدف الذي سجله جاليت وشباب بلوزداد، عدل النتيجة عن طريق اللاعب فاهم بوعزة. طبعا نقطة ثمينة بالنسبة للشباب الذي يلعب من أجل ضمان البقاء. شبيبة الصورة سيتنقل إلى الأندية وبعد ذلك سيكون الحدث الكبير الملتقى في بشار حكم سراء شبيبة الصورة. من كان يتصور، من كان يتوقع قبل سنوات أنه يلعب كأس رابطة أبطال إفريقيا، ولكن تحقق. شيء جميل يعني، وشيء جميل خاصة لأبناء الجنوب، وزيد يعني حتى فيه تأقلم، يعني كاين ناس اللي مشات عندها 10 أيام شاو رانجرز باش يحضروا رحلة تاع مباراة العودة، وتصور أن شبيبة الصورة لو تفوز بالمباراة هذه وحتى إلى قدر الله ما تفوش على الزمالك في المباراة الثانية راح تمشي هذه المرة الدور 16 مكرر تاع الكاف، مش راح تخرج من المنافسة التقارية، وهذه مفخرة الكرة في الجنوب يعني. ونحن سكريني جميعا سنعيش الحدث رفقة شبيبة الصورة في قلبي مباشرة بشار. من بشار ابتداء من يوم الثلاثاء راح نغطي كل الأحداث تاع كأس إفريقيا مباشرة مع الطاقم تاع الحصة من مدينة بشار إن شاء الله. إن شاء الله نروحوا بر إذا برنامج من الملاعب وكذلك استوديو المحترفين استثناء أن سيأتيكم السبت القادم من بشار حتى نتقاسم هذا الحدث التاريخي والفرح مع أبنائنا وأبناء الجنوب هناك في حدث تاريخي. نقطة ثمينة لشباب الأستاذ، نقطة ثمينة هذا البريزيدون الجديد، احنا نتكلموا بمحمد معروف باسم محمد، ما نشوفوا فيه في الواجهة ولا عبر وسائل الإعلام، أو محظوظ القرعة خرجهم يلعبوا فيه أول مباراة راح جاب لهم نقطة، نظن راح يجيب شوية حظ الشباب بلوزداد. وعدنا بالحضور في هذا البلاطو وأن يظهر في أول دور إعلامي إن شاء الله في هذا البلاطو، نتمنى ذلك أن يفي بوعده. أنا التقيت معاه يعني عنده شكل عنده هيئة، لا أعرف يعني راهم متخبي يعني الصور حتى في مكالمة أنا شخصية تكلمت مع هاتفية طبعا، وعد أن يكون في هذا البرنامج حتى الجمهور البلوزدادي الكثير يتصل يريد أن يتعرف عن رئيسه ويتعرف عن استراتيجيته. طبعا أليس لا أعتقد وصلت للرئيس الجديد لفريق شباب بلوزداد. أعطيني يزيد نتائج والترتيب بعد ذلك سأعود إلى خير الدين مضوي ومحمد العايب لنتحدث قليلا عن عن اللاعب الجزائري والتكوين والمنتخب المحلي. نشاهد سويا النتائج والترتيب والجولة القادمة. We'll be right back.
هذا هو هذه النتائج والترتيب. أعتقد يزيد بأنه ورشيد وصلتنا الآن صور المباراة المتخلفة لجمعية الشلف أمام أمل بوسعادة. زميلنا إسماعيل ميلودي وصل الآن وعد لنا هذا التقرير من تركيب زميلنا الأحلام حليم بوعلاق، نتابعه سويا. بعد سبع جولات عجاف جاء الغيث بملعب محمد بومزراد لجمعية شلف التي تنفست السعداء بفوز كان بمجيء مدرب جديد هو الثالث في العريضة الفنية هذا الموسم اسمه الهادي خزار. نرجعوا لسكة الانتمير بريود للشوط الأول، يعني كنا أحسن فيه، تحكمنا في الكرة، قلنا المساحات، عرفنا كيف تمركزوا في الوسط ونطلقوا بالهجومات المعاكسة. الشوط الثاني ظن باللي الخروج تاع بن شرقي اخلص شويه الحسابات تاعنا خاصه الدريان، ما كانتش عندنا حلول كبيره في 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 في, في, في الخلف. نظن درنا الشوط الثاني حاولوا اللاعبين بذلوا مجهودات، حاولنا ننطلقوا بالهجمات المركزه دي تزداتك بلاسي. نظن باللي الفريق الخصم كان اكثر اراده واكثر كان دفاعي، كان يدافع احسن خاصه في الكرات العاليه اللي كان قوي جدا. ميريت روفيان الزاويه ولا المحط البدني حالم ومدرب الحراس الصادق راهو قاموا بعمله خاصه من ناحيه بسيكولوجيه. يعني نظن اليوم مقابله صعيبه، فريق هذا تاع بوسعاده يلعب بطريقه يعني مليحه جيده ودارنا صعوبات كثيره. الفوز مليح فيه ثلاث نقاط ولكن غير راضي على الاداء، فيها حوايج يعني وشي شونتي كبير يستنى فينا. ان شاء الله هذا الفوز راح يخلينا نخدموا في احسن معنى في المعنويات تاعنا، وان شاء الله نزيدوا نحصدوا في النتائج في الاسابيع القادمه ان شاء الله. بالتوفيق لكل فرق المحترف الثاني. في المحترف الاول موبيليس مولوديت بيجاي تعثر امام شباب قسنطينه بهدفين مقابل هدفين. الامور بدات تصعب اكثر ولكن الامل يبقى بالنسبه للمولوديه الجويه. هذا هو الشيء الجميل اللي راح نعيشه هذا الموسم، يعني ما كانش فريق راح تحكم عليه بالسقوط من المستحيل. يعني مولوديه بجايه ب 12 نقطه عندها مباريات متاخره، اليوم نقولوا فازت مولوديه بجايه بنقطه لانها كانت منهزمه في مرتين. وعادت نظن يعني ترجع لهم الثقه نوعا ما، ولا تضافر الجهود يعني على الفريق القوي هذا، ونتمنوا له الرجوع يعني في قريب. وشباب قسنطينه شباب قسنطينه راهو في طريق السليم هذا المره. سي العايب لما نسمع حكيم صرار يقول كل شيء ممكن في هذه البطوله، يعني قادرين يشاهدوا اتحاد الحراش يتنافس على اللقب. نو عنده الحق، ما كانش ماشي كيما العامات اللي فاتوا في لالي ديجا على بالك اللي بي بلوز او موان 80% كيل سون لي زيكيب اللي حبطوا ولا الشامبيونا سو جو. سيت اني نو سيت اني تو الموند جو باش تدون ان اكزومبل ها سي فري كون نو انا بيردو خسرنا في تاع بالعباس، مي كون ربحنا بالعباس ربحوا باتنا هي تروازيام فوتبول الي لا الحق هذا هو دونك كل شيء ممكن بالنسبه للاتحاد يلعب الى اخر لحظه. الوثاق امر طبيعي طبعا خير دين اللاعب من اجل لقب، جميل جدا انك تعود باللقب خاصة وأن الكلام الآن حول إمكانية رحيلك في نهاية الموسم، اسمك أصبح مطلوب في المنتخب المحلي، ولو أعتقد أنه حكم صرار في أوروبا الآن وفي الكثير من النوادي هذا الجيل الجديد من المدربين القراب من اللاعبين أصبحوا الأكثر طلبا، وليس بالمفاجأة أنه اسمك راح يكون الإكسكلوزيفيتي ما أدري راح يكون مدرب الفريق الوطني تاع المحليين اذا كان وان شاء الله سيكون. انا نعطيتها لك على المباشر وفي حصه استديو المحترفين ماشي في طبعا بالنظر الى كل انجازاته ستكون ان شاء الله مسؤوليه كبيره بالنسبه لخير الدين ماضوي، لكن قبل ذلك الوثاق وانصار يريدون لقبا منك اخر. نتمنى ان شاء الله تقول كل شيء طبيعي، لا نقول ليس طبيعي يعني 100% لانه كل الاحتمالات وارده في الدوري الان، لكن من الطبيعي أن الوفاق تلقاها إن شاء الله بطل هذا الدوري إن شاء الله. تجاوز مرحلة الصعوبة في البداية الآن كل شيء تقريبا معه. لا الشيء اللي بعد قدومي أنا نظن يعني كل شيء تقريبا خاصة مع حسن حمار اللي نعرف أن طريقة يعني تفكيره طريقة تسيير متعود على حمار الضغط بالطبيعة يعني نظن ما لقيتش يعني اختلافات كبيرة لما رحت للسعودية ورجعت، نظن بنفس الطريقة بنفس
التفكير يعني بنفس العقليه. وفاق سطيف راه يتسير وراه يمشي قدما ان شاء الله نحو الامام. طبعا في العدد الفارض تكلمنا حكم صرار على التكوين، تكلمنا اتلتيك بارادو، ولكن نسينا اكاديميه اسفه بوهران التي قدمت لاعبين متميزين، قدمت شريف الوزاني في مولوديه الجزائر، موجود ايضا ذكرني زكريني بالاسماء بن شاعة التحق بنادي نيما الفرنسي، ساعه موجود في نادي جمعيه تشلف، ايضا بوعقيل سفيان يونس كان في نادي راد ستار الان في موجود في دفاع تجنان، ولكن للاسف تجربه اكاديميه اسفا بقياده طبعا ربيع بوعقيل لم تنجح بسبب ظروف لم تجد الدعم المناسب. قلنا ما نقولوش لم تنجح، هو بدا اجتهد، ولكن نظن باللي كانت عندي فرصه تكلمت معه انا شهر، عنده افكار قيمه وعنده طموح وراح يرجع لها، هذاك مش راح يستسلم ثاني بكل سهوله. لكن هاد الاشخاص بحاجه للدعم، ربما ولو انه في الجزائر ما كاش اكاديميه خاصه، القانون لا يسمح سوى بالنوادي اللي المحترف النوادي، ولكن كاشخاص لا يمكن لحكم صرار تكون اكاديميه وحده مثلا. لا صعيب يعني باش الواحد يفتح اكاديميه خاصة، لكن في قانون الاحتراف الآن يعني يقدر الإنسان يمشي لوزارة الشباب واعتماد استان اغريمون، كاين حوايج كي سون سوميا دي زاغريمون ويدير الاعتماد تاعو ويوقفوا معاه السلطات المعنيه، هذه خدمة شباب لأن المراكز هذه ماهيش حكر. طبعا سي حكيم صرار زميلنا توفيق دربال من فروض الاسبوع القادم او بعد اسبوعين سيفتح ملف هذا الملف التكوين وملف الاكاديميات في برنامج من الميادين. الان نختم بصور سيكتشفها خير الدين الماضي وسي العايب، متعود انك تشوف سي العايب، متعود تشوف حكم صرار يعني بالبدلات الرسميه، اليوم راح نشوفه بالبرنوس لانه حظي بتكريم خاص من سكان مدينه ولاد هداج في اجواء مميزه، وكانت هذه المحاضره حول العنف، استضافه حكم صرار بالنظر الى خبرته الطويله في عالم كره القدم، وكانت لديه محاضره قيمة. سي زكريني ستكتشف بعض لحظات صرار بلوك آخر جديد لما ألقى المحاضرة. ها هو صرار في المحاضرة التي ألقاها. ما رحتش معاه، كنت معروض مي، كنت أنا في الاستوديو. يعني نشكر هذه الجمعية هذه تاع ولاد هداج لهذا، هو العمل الجواري اللي لابد من كل الجمعيات يقوموا به لتحسيس المجتمع، لتحسيس الرياضيين والمواطنين على كيفية تجنب العنف في الملاعب. يعني الشكر الجزيل لهذه الجمعية اللي قامت بهذه المبادرة، وصرار معروف بتدخلاته الجيدة القيمة. لا ما يشغل دبلوماسي، يعني لما يلقي محاضرة وكأنه عميد جامعة. طبعا حاكم صرار كلمة في 30 ثانية عن هذا التكريم. نشكرهم هذو مش على المستقبل تاع ولاد هداج، خاصة لما كانوا في بلدية ولاد هداج دائرة الرغاية ولاية الجزائر العاصمة، لو كانت يعني في مدينة سطيف قالوا ابن المنطقة، مع هذا أن أنصار وفاق سطيف مؤخرا كان مع عندهم تعاطف كبير وكبير معايا جدا، رئيس نادي وفاق سطيف نفس الشيء، ولا أذكر لماذا، ولكن جوابي يعتبر يعني مشفر ولكن شافي وكافي. طبعا تبقى مفخرة ليس للكرة الصيفية فقط بل للكرة الجزائرية ككل. سي محمد العايب رحل علينا، سي رشيد خلواطي اللي تعرفه شخصيا خسارة كبيرة ربي يرحمه لكرة القدم الجزائر، نقدموا له كامل تعازينا. تتعرفوا عن قرب سي محمد العايب؟ أنا نعرفه فيكتيفمون بكري بيسكو نشاهدوا على الصورة للجيل الجديد اللي ربما ما يعرفش عن رشيد خلواطي. في راس العام هذا بعث لي اس ام اس دو فو بون بريزونتي لي فو تاع العام الجديد، سو كي ما لو بلوس توشي، اي جي با يو لوكازيون دو لو ريفوار. اي او نو دو مون كلوب في الحراش، او نو دو تو لو موند، نو لي بريزونتون لي كوندوليونس ا توت سا فامي. ا لوي نو زافون اوسي حنا في الحراش، نو زافون بيردو ان ايمينون بروفيسور qui était au Canada, qui est mort dans le cadre de l'attentat qui a été inhumé hier à Harrach. Nous présentons à toute sa famille. Donc nos condoléances. Et en troisième lieu, on a encore quelqu'un, c'est le frère de Saïd Allik,
qui est mort qu'on a enterré ce soir et à qui nous présentons toutes nos condoléances. حتى عائلة بالمهاني أيضا عبد الناصر نعزيها بفقدانها لهذا اللاعب السابق لأمل بوسعادة. تعزينا القلبي لكل هؤلاء. هذه الحياة بكل بساطة، لكن الحياة هي أحزان أقراح وهي أفراح أيضا. رشيد طبعا سكريني بالنسبة للحكم عبيد، غدا ستكون مباراة تاريخية بالنسبة لي. هذه الدنيا أفراح وأقراح. عبيد شارف اليوم أدى لابتيت فينال النهائي المصغر اللي جمع بوركينا فاسو ومالي، وفازت بوركينا فاسو هدف مقابل صفر. أدى مباراة في المستوى كريم. نعطيك معلومة وصلتني أخيرا، هو أدى أحسن علامة في الدورة. لولا مصر في النهائي كان راح يدير النهائي. ليه نتمنى له إن شاء الله يكون في المونديال في 2018. كاينين حكام داروا مباراة واحدة، هو دار مبارتين. نتمنى له النجاح مستقبلا إن شاء الله. طبعا سي خالد المضوي، نتمنى ان تتوج مع المولوديه، عندك البطوله ولا الكاس حتى مع الوفاق مع الوفاق الصيفي. لا ادري لماذا قلت في المولوديه، ربما سيواجه المولوديه في كاس الجمهور ويتنافس مع المولوديه حتى يفرح الجمهور الصيفي معك، وبالتوفيق ان شاء الله في تحدي اخر ان شاء الله نتمناه لك مع المنتخب الوطني المحلي. سي العايب نشكرك، ان شاء الله كنت مرتاح معنا. مرتاح برك. Je voulais profiter de cette occasion بالك، même si كنت هدرت ما شويه ما تاعي. لا لا واضح. Ça veut dire aux autorités un peu locales de la Harrach et de la Wilaya un petit peu de regarder un petit peu vers nous et de nous aider un petit peu vers cette transformation que vous voudrez faire au niveau de la Harrach. ان شاء الله. وحنا فقط تلفزيون الجزائر نتمنى انهاء المشكل حتى ننقلوا المباريات من ملعب الحراش. الأمور واضحة إذن. شكرا لك حكم سرار على كل ما قدمته. شكرا جزيلا. لست متعود على الكلام لوفاق سطيف حضور مدوي حصة لوفاق سطيف واتحاد الحراش، تكلمنا على الحراش. نطلب من الأنصار يلتفوا حول الفريق ويرجعوا الهيبة الحقيقية تاعه، ولما لا الظفر بلقب هذا الموسم. أنت جزء من تاريخ الوفاق وجزء من كرة القدم الجزائرية. لا يتجزأ. شكرا لك زكريم. شكرا، وأنا سعيد بوجود سي محمد العايب سي خالد الدين الماضوي، ونتمنى إن شاء الله يزيدوا يحضروا معنا في مناسبات أخرى إن شاء الله. ونحن بإذن الله الأسبوع القادم بإذن الله سنكون في بشار من أجل أن نحتفل رفقة شبيبة الثورة بالحدث التاريخي. لهنا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العدد الذي مر بسرعة لما تستضيف هذه الأسماء المتميزة. في نهاية المطاف نشكر كل عمال الأستوديو رقم واحد بقيادة المخرج يزيد بلكوت بمساعدة رشيد مكيداش. شكر كبير جدا وخاص إلى فريد بوسحية الذي كان في الإشراف، رفقة مسعود شيشة. فريد بوسحية غدا في حصة النار على القناة الرابعة، ولي عبد رزاق رمضان. نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم. شكرا للمتابعة. تسعة عشر سنة تمر على تأسيس مجلس الأمة بموجب دستور العام 1996، والذي أقر الثنائية البرلمانية لأول مرة في عمر التجربة الدستورية في الجزائر. ونظرا لما يمثله مجلس الأمة من مكانة في هرم المؤسسات الدستورية على الكأس، لأن المباراة التي نقترحها لكم في هذا الركن خاصة بنسناء كأس الجمهورية جمعت بين اتحاد البوليدة لما كانت تتألق بفضل الثنائي زواني رضا وزواني بلال وشبيبة القبائل التي فازت في ذات الموسم لما تألت في نصف نهائي اتحاد البوليدة بكأس الجمهورية. ملخص عن هذه المباراة التي علق عليها آنذاك زميل بن يوسف وادية. شبيبة القبائل وشبيبة برج مليل، إذا غياب عدان وكذلك غياب بنقاسي بسبب إصابة. تشكيلة الفريقين بالنسبة لاتحاد البوليدة فريق كامل، حموش، حمروني، ساكر، علاق، زان، سلمي، قاسي سعيد، مني، شمبيط، زواني رضا وزواني بلال. يعني الفريق كله
كامل الشرقي في الاحتياط، عندنا الشرقي صابر علي مسعود السعودي وجلولي. بالنسبه لشباب القبائل عندنا كما حمد ايت عبد الرحمن بن حملات حمروش رحموني مفتاح حاج عدلان اماوش ترمول دودان وموسولي لاحتياط ازري الحارس الثاني ايت طاهر عماري خاطي واوا ايضا جناح شباب القبائل. أول غلطة تحمل الدفاع ومسري هذا بعد 17 دقيقة. شوف التمريرة هذه ومسري ضرب الكرة بالرغم من المراقبة من ساكر، المراقبة يعني حقا ما كانتش قوية. كان مباشرة كان بلال لولا تدخل موفق من عمروش. شوف كذلك رقم سبعة حاج وكاد حاج يضيف هدف آخر. هويا والجدال يكون من خمس لاعبين يرجع الكرة رحموني وتصبح ترجع إلى زاد وهجوم وعاكس عن طريق زواني بلال وهدف التعادل. هدف التعادل بعد قاسي سعيد. شوف هذا اللقطة فرحة عند اللاعبين، فرحة عند قاسي سعيد اللي شفنا زواني بلال. شوف الإعادة إذا ممكن. انطلق هو زواني بلال وسجل الهدف. وهذا جناح اتحاد البلدة مع ملعب الشوف مفتاح في صراع مع سلمي. مفتاح داخل المنطقة مفتاح ويجرب حظه، حاول يفوز الكرة بالرجل اليسرى وكانت زاوية مغلقة تماما. دودان تراجينا دودان راح يرفعها يمر دودان وحاجة فرصة لا تعوض حاج ضيحة كان شنطيطة من الدولي بالفعل سيكف سيها شبه تصويبة وبصعوبة حملت بصعوبة كبيرة القائم وبلال سجل. بلال زواني سجل في الثواني الأخيرة من اللقاء. دوليب نسيب بالبرج أرفض الهدف مسجل من طرف بلال زواني. أرفض هنا شوف الدنيا إذا في خطأ ضرب الكرة بيده أو براسه يبدولي بيده. وشف قانون واضح ما نجموش يخليه هدف يسجل باليد لا من النمارنا في لاحبيد وكنت أرفض الهدف في عدة مشكلة. بلال زواني خاسي سعيد موجود في وضع التسلل في الوسط الكرة وعمروش بصعوبة. بلال زواني مع شقيق مليحة رضا رضية وعمروش خرجها بصعوبة. أول تقريب مباشرة بعد مغادرة الفريق من طرف سعد وسجل. فريق الشبيبة القبائل المتفوق زواني رضا. كما قلت قطع كل مشواره الرياضي في صفوف اتحاد البلوك. ما يسجلش وتفوز شبيبة القبائل. زواني رضا ما يسجلش وتفوز وتتأهل شبيبة القبائل بفضل ضربة الجزاء 3-2 وهكذا شبيبة القبائل الفائزة في الموسم الماضي تتقابل مع جمعية
إذن شبيبة القبائل تتمكن من تحقيق التأهل في هذه المباراة. طبعا أنا ذاك بقيادة المرحوم جعفر هاروني في الموسم الموالي منح كأس الكؤوس الإفريقية لشبيبة قبائل الجزائر. هذه شبيبة لا أقول هذه الجمبوجات، ولكن شبيبة القبائل كانت تاني في أفضل أحوالها وخضعوا لما يفوزوا النهائي قليل وين تخسر شبيبة القبائل. يعني ذكرتنا اليوم ما شفنا أية عبد الرحمن، تفكرته في التسعينات كان عمره 19 سنة ولعب معنا النهائي، يعني كانت عنده فرصة واليوم شفنا وذو وانا ضيعناهم. فهد البوليدة تعاقبت عليه أسماء كبيرة، الشقيقان إخوان زان زواني قاسي السعيد، مع ذلك ولا لقب في خزينة هذه مدينة الورود. مدينة كرة القدم عندها هيكل كبيرة، لست أدري في كل الموسم يعاني ولازم يجيب ربي، ما نقولوش كلمة رجال هذه كلمة كرة قدم وين الرجال، لكن نجيب مستثمر يعني الناس يحبوا الفريق ويمشيوا معه، وهي قطب اقتصادي كبير البوليدة يعني. والمحلل تاعنا كريباز عبد النور ثاني ابن البوليدة ولا البوليدة. الحكم أيضا عنده حكاية. نعم، ثلاثي التحكيم بقيادة بالبرج بن يونس وحميدة، الحكم حميدة اللي رفض الهدف، كان الهدف سجله بيده في هذا العلاجل هذا المباراة، ومباراة كانت صعبة، اللي طلع حكم دولي مساعد. سي محفوظ، صور هذه جميلة جدا، ذكرى للجيل الجديد بأن كرة القدم الجزائرية كانت متميزة. كانت متميزة بزاف ماشي كما الوقت يعني تاع درك، وكانت حلوة يعني تشوف لو شان تاع البالون، تشوف الناس لعب على لي كولر، يعني ماشي كما دوك كي تهضر مع اللعب يقول لك غير دراهم برك هذا كيف. المهم دوك كل وقت وقته. طبعا في تلك المباراة رئيس شبيبة القبائل أنا ذاك السيد معشري تحناشي، كان ذاك الموسم أول تتويج حكم صراع لحناشي كرئيس لشبيبة القبائل. كان شاب في ذاك البداية كان شاب. اليوم إذن سنشاهد صور نادرة لم تشاهدونها لرئيس شبيبة القبائل السيد معشري تحناشي لما كان أكثر شباب، ولو لحد الآن هو شاب. طبعا لما كان يحمل قميص شبيبة القبائل، يحمل القميص رقم 4 حتى محفوظ الزمير يركز لأنه لم يسبق له شاهد حناشي يلعب الكرة. دعنا سكرين نشاهد الصورة وبعد ذلك نعود. كان أنيقا اسمه شحناش، كان أنيقا والآن لما نشوفه فيه وش راه يعيش، كان محارب ثاني فوق الميدان ستان بونغيري، كان محارب، والدليل رغم الهزات الارتدادية والاضطرابات اللي عاشها باقي كما يقول لك الجذور تاعه في الأرض ورأسه شامخ. تدخل تاعه في اللقطة ما فيش ضربة جزاء، لا في شوية، كان لاعب كبير بكل صراحة، كان كبير والآن كبير. هذه المباراة في سنة 1974 بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في ملعب 5 جويلية. أنا فاجأني لما شفت بالشيخ بطروني لعبوا ضد حناشي، هو كان في نهاية مشواره وهم في بداية مشوارهم، حتى بوسر أنا ذاك بالشيخ اليوم عمره 60 سنة ومحمد شريف ماشي بعيد، كان في نهاية المشوار، وعلي بن شيخ كان في بداية مع بطروني بوسري مع بطروني لا طاق دي بي لي بي لي سي بي لي بي باشتا وباشي 6 بنشيخ 7 بطروني 8 باشي 9 باشتا 10 بلوب 11 سي محفوظ زمان واش ندير مع سكرين
حافظ حد من قبيلتي نشط والحكم كبير ها تبدل تويات يلا مدام ربما قبل ما نغيروا الاماكن انا وزكريني سي محفوظ زمير لربما كلمتك لانصار نصر حسين داي ورسالتكم لانهم يقوموا بدورهم على اكمل وجه يا اخويا انا نتمنى الانصار تاع حسين داي يكملوا في المشوار هذا اللي راهم فيه ولازم يقعدوا دائما يساندوا الفريق تاعهم حتى اخر البطوله وكما نقول انا كل انسان يخدم الخدمه تاعو المدرب يدير العمل تاعو اللاعبين يديروا العمل والمسيرين لازم يديروا العمل يقوموا بالواجب تاعهم وان شاء الله نتمنى يعني النجاح الفريق تاع نصر حسين داي ان شاء الله ونتمنى البطوله تكون يعني بطوله احسن يعني حتى في العوده لازم تكون احسن من من الذهاب بالتوفيق لكم سي محفوظ والزمرلي لفريق نصر حسين داي ولكل النوادي الجزائريه الى هنا نصل مشاهدينا الكرام الى نهايه هذا العدد الجديد من برنامج استوديو المحترفين شكرا لك كثيرا سرار على تحاليلك لك زكريني تعبناك اليوم بالحالات التحكيميه ان شاء الله نلقاك سي محفوظ والزمرلي في اعداد اخرى ولما لا بافراح جديده لنصر حسين داي طبعا الشكر موصول ايضا الى المخرج يزيد بلكوت للمساعد رشيد مكيداش الى الفريق الذي ساعدنا كثيرا في اعداد هذا البرنامج توفيق دربال المشرف أيضا هشام سعد ودي عبد الرزاق رمضان إسماعيل ميلودي ورياض جوران نبيل موسي أيضا رياض طيحة أيضا في الأرشيب وكل زملائنا في مصلحة الأرشيب وكل عمال الاستوديو رقم واحد نلقاكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت شكرا وإلى اللقاء